يسعد أوقاتكم جميعاً. اليوم رح نكمل مع سلسلة الصفات وكيف منكتب الصفة على حسب العدد، يعني كيف منكتبها لما تكون السبستانتيف أو الاسم بيكون عنا مفرد، وكيف لما يكون عنا جمع. هلأ إذا مفرد أخذناها intention و hunchen وكذا وخلاص حفظناها من الدروس الماضية، بس إذا كان جمع كيف؟ غالباً إذا كان جمع تاخد صفات إيه بنهاية الكلمة. مثلاً عنا على الجهة اليسار حاط في جدول بيبين الفرق بين الصفة لما كانت من مفرد وكيف لما صارت بالجمع، مثل ستور اللي هي كبير، أخذنا مثال عليها من قبل، مثل ستور اللي هي بالجمع صارت ستورة بالهنشن وبالهنشن، وبالإنتشن كانت ستورت كمان صارت ستورة. إذن بالجمع كانت كلمة ستور تقريبا موحدة كمان بالأشكال الثلاثة. هلأ عنا أمثلة تانية صفات بالجمع، مثل على اليمين هدول مكتوبين، مثل هي اللي هي الشيء الطويل أو العالي أو المرتفع بتصير هي بالجمع، مثل جرن اللي هي الأخضر بتصير جرن، مثل فينت اللي هو الشيء الجميل بتصير فينا. إذن حتى لو هي انتشن وانتهت بتا ما منقول فينتا، منقول فينا. رح ناخد مجموعة صفات بتاخد A، مثل ست اللي هي مفرد هون مذكر ومؤنث، وبعدين مفرد intention فهي كانت ست بعدين ست وصارت بالجمع ست. فنحن بناخد الشكل الأول تبع الهنشن والهنشن، مو الانتت ننسوه، هذا لحاله مكتوب ست، ما منقول ستة إذا مفرد إذا جمع intention، لا منقول ست يوان ست. يعني هو الجدول عنا المفرد نحنا الله رادة أخذنا شو الفرق لما يكون ست ولما يكون ست. ست هو لما نعمله intention من دوبلو آخر حرف هوني، وفي كلمات ما من دوبلو آخر حرف وإلى آخره، هي القواعد اللي أخذناها. المهم هذا القسم هو للintention نحنا ما منتدخل فيه لما بدنا نكتب الصفة بالجمع. مثل على اليمين كل الصفات اللي مكتوبة هي نفس الصفة بشكل المفرد بالمؤنث والمذكر، بس حطينا لها إيه، يعني سوت سوتا، عنا فيت اللي هي أبيض صارت فيت بالإنتشن بعدين صارت فيتا بالجمع، جرن اللي هي الأخضر المفرد جرنت إنتشن مفرد جرن جمع، نيل هي جديد نيت كمان جديد انتشن صارت نية بالجمع، ستيج صارت ستيج، قلنا منشيل آخر حرف اللي هو الدبل كونسونانت وحطينا التي بداله، ولما حملناها جمع صارت ستيج. بعدين عنا تف اللي هو الشيء المذهل، صارت تفت، شلنا آخر حرف اللي هو دبل كونسونانت وحطينا بداله تي، هي انتشن بعدين بالجمع صارت تفة. بعدين عنا تين، شو بالإنتشن لحالكم قولوها أكيد عرفتوها لعدناها أكتر من مرة، اللي هي دبل كونسونانت حرف الان امنا آخر ان وحطينا تي، صارت إنتشن مفرد بس لما عملناها جمع ضلت تين بس حطينا للإي. إذن بالجمع نفس الكلمة بالمفرد مذكر ومؤنث نفسها بس حطينا لها إيه. هلأ عنا كمان مجموعة صفات تاخد إيه، ولكن في شوية فرق، وهن أول أربع صفات هدول مكتوبين بالمفرد، هن هدول نفسهم بيضلوا نفسهم ما بيتغيروا بالإنتشن وبالهنشن وبالهنشن. فنحن عنا بيلي لما عملناها جمع قلنا شو الشكل الأول للكلمة بناخد، ففعلا ضلت مثل ما هي صارت بيلي. بعدين عنا هيجلي صارت هيجليا، عنا تريست اللي هي الحزين صارت تريستا،
عنها glow اللي هو سعيد صارت glad. بعدين عنا ر صارت رت بالانتجن بس حطينا على تي، وبالجمع رد سنيل صارت سنيل تون دبل كونسونانت شلنا على ال وحطينا على تي بالانتجن، وبالجمع ضلت انتبهوا ضلت دبل ال وصارت سنيلة. بعدين عنا فلينك حطينا على تي وصارت فلينكة. إذا حابين نلخص القاعدة منقول إنه الصفات التي تأخذ A بآخر الكلمة هي بتكون نفسها بصيغتها المفردة للكلمة، يعني نحن بناخذ الكلمة أو الصفة بصيغتها المفردة ومنحط لها A بالجمع، ما منطلع ابدا على الانتجن. انتجن يعني احنا هيك اذا عنا هون جدول مفرد انتجن جمع نعتبر الانتجن ما له موجود بس احنا حطيناه لحتى نبين الفرق. فانتوا بس كنت تكتبوا صفه بالجمع بنشوف شكلها كيف بالمفرد وبس نحط لها ايه، وهيك بنكون كتبناها صح. ان شاء الله يكون الدرس سهل عليكم، وكمان لا تنسوا اذا عندكم اي اسئله اكتبوا لنا اياها بالتعليقات، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من درس اليوم.